المشكلة مش في الإعلام. كل شوية بنسمع ناس بتقول إن الإعلام هو سبب كل البلاوي والمصايب. الإعلام كذاب، الإعلاميين معظمهم شوية أفقين ومنافقين وبيجروا ورا القرش. الحرامية والمرتشين اللي مصوا دم الشعب أيام مبارك هم أصحاب القنوات. المشكلة مش في الإعلام، والدليل على كده لما الإعلام يقنعك زمان إن السيسي إخوان وبعد شوية يقنعك إنه راجل عظيم، يبقى المشكلة مش في الإعلام. لما الإعلام يحاول يقنعك إن عدد الإخوان ما يجيش 500,000، وفي نفس الوقت يقنعك إن كل المظاهرات اللي في الشارع إخوان حتى لو كان عددهم ملايين، يبقى المشكلة مش في الإعلام. لما يجي خبر في النشرة يقول مسيرة بالعشرات لأنصار الرئيس المعزول تصدى ليها الأهالي وأحدثوا فيها إصابات بالمئات، يبقى المشكلة مش في الإعلام. لما الإعلام يقنعك زمان بأخوانة الدولة رغم إن عدد الوزراء الإخوان كانوا 6 بس، ودلوقتي تلاقي معظم الوزراء من جبهة الإنقاذ وفلول وحرامية ومحدش بيفتح بقه، يبقى المشكلة مش في الإعلام. لما الإعلام يقنعك زمان إن قطع الطريق والاعتصام في الميادين حق لكل مواطن وتعبير عن الرأي وقمة الديمقراطية، ودلوقتي يقنعك إن المظاهرات المعارضة إرهاب وعدم استقرار، يبقى المشكلة مش في الإعلام. لما الإعلام يحاول يقنعك إن 25 يناير ما كانتش ثورة، دي كانت قلب نظام الحكم، وإن الثورة الحقيقية هي 30 يونيو، يبقى المشكلة مش في الإعلام. لما تلاقي نجوم الإعلام هم محمود بانجو اللي بيبكي لما بيسمع صورة طلعة البدر علينا، والفنانة المشهورة اللي بتقول إن سيدنا عمرو بن العاص من الأربعة المبشرين بالجنة، ومذيع وكاتب صحفي بيقول إن الإخوان هم سبب سقوط الأندلس، وزميله اللي بيقول إن في كرة أرضية موجودة تحت الأرض في رابعة وإن رابعة فيها سلاح كيماوي، وإنت بتتفرج على دول وتصدقهم، يبقى المشكلة مش في الإعلام. لما الإعلام يحاول يقنعك إن مصر دولة علمانية بطبعها، والمقولة اللي بتقول إن المصري متدين بطبعه دي مقولة كاذبة ولازم نقضي عليها. لما الإعلام يصور لك إن فلسطين وحماس وغزة العدو الأكبر لمصر، وإن إسرائيل هي الشقيق الأكبر لمصر. لما الإعلام يوصف البلطجية إن هم المواطنين الشرفاء اللي بيهجموا على المسيرات ويفضوها علشان مش عاجباهم، وإنت طبعاً تصدق رغم إن المسيرة معدية من قدام بيتك، يبقى المشكلة مش في الإعلام. بنصح الكل يتفرج على التلفزيون المصري وقنوات الفلول، بس أنا مش مسؤول لو ودانك طولت. من الآخر، المشكلة مش في الإعلام، المشكلة في اللي بيسمع وبيصدق ويردد.